في كثير ناس فاهمين صلاة الاستخارة غلط. بعيدا عن التمريض خلينا نحكي بشغلة اجتماعية شوي. في كثير ناس فاهمين صلاة الاستخارة غلط، يعني كثير مرضى بشوفهم الدكتور بقول له العملية خطيرة والعملية مهمة والعملية ممكن تموت فيها وانت كبير وبتستحملش تخدير وكذا، فبقول له بدي اعمل استخارة وبعدين برد عليك على عيني وراسي. في بنات بيجيها عريس فعشان تعرف توافق على هذا الخطيب ولا لا بتروح تقول لك بدي اعمل استخارة وبعدين برد لك خبر. في ناس بكون ناوي يعمل تجارة، يبدأ بزنس جديد، يشتري بيت، يشتري سيارة، ينشئ شركة، فبقول لك بصلي استخارة بعدين برد عليك. جماعة في بعض الناس فاهمين الاستخارة غلط. الاستخارة ليست طريقة تتحول فيها إلى ولي من أولياء الله. الاستخارة ليست طريقة عشان تصير تعلم بالغيب، لا هي ولا تفسير الأحلام. ولعلمك في الدين ما في إشي اسمه تفسير أحلام. الناس بفكروا إنه لو أنا مثلا إجاني عريس وصليت استخارة وثاني يوم صحيت مبسوطة معناته هذا العريس ربنا راح يوفقني معه. 90% من النسوان اللي صلوا استخارة كانوا مبسوطات في الأخير قاعدات بلطمن بلعنوا اليوم اللي اتجوزوا فيه. شو معنات الاستخارة؟ الاستخارة هي مجرد طلب البركة من ربنا والطلب منه أنه يوفقك في هذا الإشي اللي أنت مقدم عليه بس. فأنت من أول الدنيا قبل ما تصلي الاستخارة بتكون مقرر راح تعمل الشغلة هاي ولا لا، راح تفتح هاي الشركة ولا لا، راح تتجوز هاي البنت ولا لا. بعد ما تقرر بتروح بتصلي. فلو خطبت بنت وطلبت من ربنا البركة وصار نصيب ربنا بيوفقكم. الحديث شو بقول؟ حديث دعاء الاستخارة بيقول إذا هم أحدكم بالشيء فليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث. الشاهد من الكلام أول كلمتين إذا هم أحدكم بالشيء، ما قال إذا سمع بالشيء أو إذا فكر فيه أو إذا خطر عباله أو لسه ما بلش يفكر فيه. إذا هم يعني أنا بكرة الصبح بدي أفتح الشركة، بكرة الصبح بدي أكتب كتاب على البنت، خلص سألت وفكرت وقررت واستشرت أهل الحل والعقد واستشرت أهل الخبرة واستشرت الناس الأكبر مني واستشرت أبوي وأمي ودورت على النت ودخلت على مواقع وحسبتها بالورقة وبالقلم. إذا مشروع أنا مثلا عملت دراسة جدوى، وإذا بنت أنا سألت عنها وعن أبوها وعن أمها كويس، وإذا كان مثلا بدي أشتري بيت بكون جبت واحد واثنين وثلاث وقيموا لي البيت وحكوا لي قديش بسوى. ولما أقول بيني وبين حالي آه أو لا أكيد بروح بصلي صلاة استخارة فربنا بوفقني. مش صلاة استخارة انه بكونش عارف الشغلة هي بتنفع لي ولا لا، فربنا راح ينزل لي الوحي يقول لي بنفع ولا لا. وان شاء الله في فيديوهات ثانية نتكلم فيها عن عادات خاطئة وعن نصائح اجتماعية غير هيك في القريب، مش راح نضل نحكي عن التمريض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.